بالنسبة لمستحقات اللاعبين كفريق الكورة، هل يعني هناك سداد لبعض مستحقاتهم ولا لسه هناك متأخرات كثيرة؟ لا يعني خلينا نقول يا كابتن مدحت، احنا منذ قدومنا للنادي احنا يعني دفعنا جزء من المستحقات في خامس يوم استلمنا فيه النادي، ومن وجهة نظري ان هو جزء كويس، انما الى الان برضو احنا شغالين على بقية الارقام وازاي نحط بلان مظبوطة، بحيث ان احنا نقعد مع اللاعبين نقول له والله انت لك 10 قروش او قرشين او ثلاثة هتاخدهم يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. متهيألي اللاعبين كلهم عندهم تفاهم كامل، مش عايزين مننا فقط المواعيد، وان احنا نبقى يعني بنصدق في هذه المواعيد، واحنا مش هنقول اي ميعاد لاي لاعب الا واحنا واثقين ان شاء الله ان شاء الله ان احنا هنقدر نلتزم بهذا الميعاد، عشان يبقى في مصداقيه ما بين اللاعبين والاداره. حضرتك النهارده يا كابتن حسين استضفت في مكتبك الاستاذ ممدوح عباس الرئيس الاسبق لنادي الزمالك، او امبارح انا اسف امبارح، يعني لو هناك امر تحب تقوله لنا عن هذا اللقاء يعني. لا انا يعني اللي جم شرفوني الاستاذ فهمي عمر اول واحد، الاستاذ ممدوح عباس، واحنا زي ما قلنا برضو في البيان بتاعنا احنا فاتحين ايدينا وفاتحين قلوبنا وفاتحين النادي لجميع الرؤساء السابقين واعضاء مجلس الاداره السابقين، وبنتكاتف كلنا، وانا متاكد ان كل الناس يهمها مصلحه نادي الزمالك، نحن على مسافه واحده من جميع الرموز النادي وجميع الرؤساء واعضاء مجالس الادارات، ويهمنا جدا نسمع منهم كلهم ارائهم ونستفيد من خبراتهم، وبالتالي كانت قاعده وديه جايين يباركوا ويهنونا، وفي نفس الوقت بيتطرقوا لموضوعات من وجهه نظرهم، واحنا بنستمع كويس جدا، وانا ما كناش انا لوحدي، لا كانت الغرفه زي ما هي يعني، سواء الاستاذ فهمي عمر موجود او الاستاذ ممدوح، ويشرفني وجود بقيه الناس كلها، ده ناديكم وناديكم المحبب اليكم، النادي مفتوح لجميع الناس يجوا يشاركونا بالاراء ونستفيد من اراء الناس وخبراتهم.